لو كان ما يخليش بومدين يروح، بومدين يفقد هيبته، يفقدها في الجزائر ويفقدها في على مستوى المغاربي يعني نور افريكان، ويفقدها كذلك في العالم العربي. هو كان الي تي اون بيرسون عنده واحد لا بيرسوناليتي سكيزوفرينيك، كان مش يعني كيما نقولوا هي باك فور باور، يعني انسان اللي مشتاق للحكم، انسان يعني اناني يبغي يحكم، يبغي يحكم، il veut être autoritaire، il veut que يكون الليدر هو اللي يقول العالم. كان لازم يطلب لا بيرميسيون دو دوغول. دوغول يفكر، دوغول سي با نيمبورت كي.